السلام عليكم. اليوم رانا في الكورنيش الجديدة هذه تاع مدينة جيجل، وهذه تعتبر توسيعة للكورنيش الموجود على مستوى المدينة، واللي نشوفوا فيه الهيه في الطرف. هذا الجزء تم افتتاحه هذه السنة، في بداية هذه السنة، ويبلغ الطول ديالو حوالي 300 متر. إذن هذا جزء إضافة للكورنيش اللي ينتهي لهيه انتهاء لا مفر، لأنه البناء الذاتي قد غزا الموقع. اللهم إذا عاودنا كملنا الكورنيش، دورناه باتجاه المنطقة هذيك اللي راهي ما فيهاش بزاف البنايات، لكن الأفضل نتركوا المكان الشواطئ، يعني البلاج، لأن المياه مش كما في خليج الجزائر العاصمة، المياه هنا غير ملوثة غير متلوثة. إذا ممكن نتركوا جزء نتاع الساحل الرملي كما راه هنا نشوفه فيه انبلاج الهيه، حتى ولو فيها صخور متواجدة صخور. إذن هذا هو الجزء اللي تم انتهاء الأشغال فيه وافتتاحه في بداية سنة 2023، وإن شاء الله إن شاء الله أملنا أن كل هذه البنايات التي تقع على الكورنيش سوف تكون منتهية الأشغال بها ومتناسقة مع الكورنيش، ويكون فيها نمط عمراني. لابد على الولاية أن تراعي النمط العمراني المتواجد على الكورنيش، لازم يكونوا فيه مش غير ديزارتي، يعني ديزارشيتكت مهندسين يبني ويروح، لازم يكونوا عندنا ديزيربانيست مختصين في التعمير بمفهوم واسع، يعني فيه خلق المساحات الخضراء، خلق الفضاءات، يعني دراسة المواقع، يعني ليتود دو سيت، ماشي ليتود نتاع ان باتيمون ولا دو ولا ان رو. يفو
المعالجة تكون معالجة تاع الموقع بصفة عامة، وتكون الدراسات تدخل فيها الجانب الخاص، يعني العقارات الخاصة والعقارات تاع الدولة، وتدخل في إطار تصور عام للموقع. لازم يكون فيه دراسة من هذا النوع وتنفيذ ديالها بالتنسيق مع كل واحد في موقعه، باش نخلقوا كما نقولوا حنايا مواقع متناسقة. ماشي كل واحد يبني كما يحب هو، كل واحد يدير واش قال له راسه. لازم يكون فيه تنسيق عام وتكون نظرة شاملة لهذه النوع من المواقع. وهنا نشوف الموقع نتاع الكورنيش هذا نتاع مدينة جيجل، اللي يبلغ الطول ديالو في المجمل حوالي كيلومتر ونص. المفروض هذه الكورنيش تكون فيه دراسة شاملة الكورنيش، وتكون البنايات يكون فيها كايت شارج شروط نتاع البناء تتناسب مع الكورنيش، تكون عمارات كبيرة وطويلة، يعني عالية مش عالية كتير، يعني 6-8-10 إلى 12 طبقة على طول الكورنيش، تكون احترام العرض نتاع الأرصفة وكذا. فيه بعض الشروط اللي لازم مراعاة تاعها كما قلنا بتنسيق مع، نعود إلى هذا، التنسيق مع كل الجهات وكل المتدخلين، وكذلك مع الخواص اللي عندهم يعني ملكيات خاصة على طول الكورنيش هذه. لازم تكون يجوا الجو كما نقول حنا، يلعبوا الدور تاعهم، وتكون فيه تنسيق مع السلطات العموميه باش نخلق اون بال كورنيش. دوك نروح نشوف الجزء الاخر من الكورنيش. اترككم في رعايه الله وحفظه، وانتظركم على القناه للمزيد من الفيديوهات حول ولايات بجاية وجيجل وسطيف إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.